السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب هنا في عين الجات عندهم حملة لاجتثاث المسكيت من الساقية. الوضع جدا محرج، تكاثر بشكل غير تقليدي في مجرى العين، وفي تحديات كثيرة، لكن الهمة بإذن الله كبيرة جدا من مختلف الفرق التطوعية، وإن شاء الله بنتواصل مع الشباب. الله بالشباب. أبو عمرو أحمد جابو، أبو محمد خالد تبوك، الشيخ سعيد، مساك الله بالخير، عميد المتطوعين في محافظة ظهر. ما شاء الله. أبو عمرو كيف الوضع؟ والله الحمد لله، وضع الحمد لله مثل ما أنتم شايفين، جهود جبارة من قبل الفرق التطوعية في مختلف الفرق التطوعية في مختلف ولايات محافظة. كذلك نيابة أنسانها الشكر، يعني جهود جزاهم الله خير، دعم إداري منهم، وكذلك مكتب مدير دولة محافظة طفار بقصر بلدية طفار بالدعم اللوجستي من عمال ومعدات، لهم الشكر الجزيل. هي تلبية كذلك، يعني دعم معنوي متواجدهم، بحيث انه لا يكون مساس بين نباتات ثمينة او نباتات نادرة في هذه المنطقة، تكون المنطقة فيها نباتات مختلفة. طبعا نحن متواجدين في منبع عين نرجة، ويعتبر من وجهات السياحية في محافظة طفار. يعني مثل ما شايفين، يعني سواح، ونحن قبل بداية الموسم سواح ما شاء الله من داخل البلد، والمنطقة هذه بحاجة للتطوير وبحاجة لمكافحة النباتات الغازية فيها. لذلك يوجد هنا نبات قريب، تكون نحن أبناء المحافظة ولنا خبرة في بعض النباتات، توارثناها من الأجداد ومن الناس الكبار السن. هذا نبات يعني قريب على المنطقة، يعني نبات يعتبر غازي، فندعو الجهات المختصة تتدخل والبحث عن هذا النبات لمعرفة أضراره. شوف الجذع ماله، يعني ينمو بشكل رهيب. نحن اعتقدنا انه سنوي حولي بالبداية، طلع معمر. معمر هذا نبات معمر من سنوات هنا، موجود بكثافة في موجود تقريبا الى مساحة 2 كيلو. اليوم الحمد لله، اليوم الجمعة المساء بعد العصر، قاموا الفرق مجموعة من الفرق الطوعية في المحافظة بالمشاركة والمساندة بعضنا البعض لمحاربة شجرة المسكيت. ما شاء الله في هذه الأماكن الوعرة عشرات الأشجار تم حرقها وقصها. إن شاء الله الأيام الجاية يعني قايمين بنكمل المشروع إن شاء الله. يعني تجمع أول شيء البذور هنا وتحرق البذور تحت شجرة، وهي اللي عاملة لها بالة، صح؟ الحمد لله، لأن عصفورين بحجر واحد، قلل مدة المكافحة سنوات.